شدهالك شدهالك يحيى يا يحيى. بص يا سامي الله هلا بسم الله اهو يا رب. اوعى يطلع مشهد صامت عسى ان شاء الله. لو مشهد صامت طالب دافور. وش معنى دافور؟ والله ما اعرف. مجتهد. دافور مجتهد. طالب دافور طالب مجتهد جدا مجتهد ومركز يا رجال. طالب شاطر. بسم الله. طالب شاطر. طالب شاطر. ايوه بسم الله. طالب شاطر. مصطفى مصطفى طالب شاطر. مصطفى يلا يا شاطر. شو ما عرف ابو سعيد. جاهزين؟ جاهزين. الوقت جاهز. ايه الورق ده؟ هذه المذاكرة. يحيى المدرسة. توكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح أم الإصباح منك بأمثلي. تمتم علينا. تمتم لا يعني ولا شعوذة ولا أحفظ أحفظ طلاسم يا أخوك. نحفظ الحين قبل لا هنطلع لا تلومون يعني بعض يلوم أنها ليش تذاكرون ليش تجتهدون وأمام اختبار صعب ولازم اني افكر فيه ولازم اني اجتهد لازم اني احفظ ولازم والبعض يلومك ليش مرتبك وانت امامك لجنه وامامك اختبار قوي فلازم ان نجتهد ولازم ان نحفظ النص. طب اخذت 99 من 100 ايش رايك هذا مناسب لك؟ مناسب 99؟ لا انا ودي بال100. ما نرتضي ان شاء الله إذا غامرت في شرف مرومي فلا ترضى بما دون النجومي الله. فلازم أن نجتهد الله. والوالد والوالدة يعني بيوافقون على 99 ولا بيضربونك؟ لا ما ظني يوافقون. الله أعتقد حتى 30 موافقين يبون بس النجاح. لا النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. النجاح شوفتكم والنجاح الوصول والاختبار بحد ذاته نجاح يعتبر. شكرا يا يحيى. عبد الله شليهيب يلا يا ابوي عشان الوقت يلا.